بخير. نديم معكم. معلش ازهقكم بس هقراكم شعر. قصيدة ولا قصيدتين؟ اللي انت عايزه. قول واحدة طبعا. قصيدة كارثة كارثة. ايه قول تاني كده؟ قصيدة 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 قصيدة. بص هقراكم واحدة وإن عجبتكم أقراكم التانية ماشي؟ ماشي. تمام. ونلاقي فارسنا مستني تحت برج أميرته محتار من غير ولا صاحب ولا حد يجيب في سيرته. قتل وحش بطلوع الروح وفي الآخر لا إجازة بلا تعب ولا طموح. قاعد محتار تحت برج بدون مدخل ولا باب ولحد دلوقتي البطل مساب أميرة في البرج لوحدها وقعد سنين من عمره يحاول يوصلها والنهاردة نلاقيه واقف مسنود على عمود قاعد يعاني مستني يوم موعود يسمع شيطانه يا ابني امشي روح مكان تاني مفيش أمل هنا والعمر واحد وفاني. يمسح وشه ولا يسمع كلامي تاب ويرجع عشان يحل معضلة برج بدون مدخل ولا باب. شكرا. أراكم بقى واحدة تانية. معلش استعين حكايتي يا ناس حكاية بطل وحيد راجل جدع شجاع وقلبه حديد قصته يا ناس قصة تصعب على الغريب بينشن على القمر وكل مرة بيخيب أصل درع بطلنا من ورق وكلام مكتوب ودرع عدوه من خشب وحديد بقى قلبه عامل زي ربابة بوتر مشدود وحبيب القلب يلعبه زيه زي أي عود يحاول ينام مرتاح ومتهني مفيش أمل كأنه سامع صوت بيغني غبي فاشل واحد صائد محدوش غير كلامه وشعر هابط فمهما نشن بطلنا مفيش ولا ضربة بتصيب ومهما نعالج مفيش ولا جرح بيطيب ونصعب عليكم البطل وقلتوا عليه حبيب فالبطل هو أنا ويا ريت كلامي معاكم فايدة يجيب